كانت أياما عجيبة، كل يوم يرتفع صوت من ركن، فتهجم جماعة بالأسلحة النارية والبنادق والمسدسات. فكانت كل يوم تعطل المحاضرات وجلسات البحث في الحوزة، ويتفرق الطلبة في أغلب الأحيان. اشتد النزاع بين مؤيدي الثورة الدستورية وحكومة القاجار، وفي هذه الاضطرابات والقلاقل كان وضع أسرتنا أسوأ من الجميع. فأبي الشيخ محمد الآملي، أحد أشهر علماء طهران وصاحب رسالة، كان ضالعاً في الثورة الدستورية، وكان له رأي وعقيدة فيها، ولم يهتم لرأي العامة. وبعد فترة آل أمرنا إلى أنه في كل يوم كانت تصلنا أخبار عن تجمع فرقة، وأنهم يتحركون الآن لقتلك. أحد أهم الوقائع السياسية الدينية في القرن الأخير في إيران حركة الثورة الدستورية المناهضة للظلم. قاد هذه الحركة الاجتماعية رجال الدين في إيران والعراق، وتبعهم التجار والكسبة والمثقفون، اصطفوا جميعاً تأييداً لهذه النهضة. وبعد فترة وبمرور الزمان حدث انشقاق في صف علماء إيران والعراق، وبرزت حركتان فكريتان: حركة تدافع عن استمرار الثورة الدستورية، وحركة مخالفة للثورة الدستورية. هذه الثورة التي كان المثقفون في ذلك الحين يرفعون رايتها. كان بعضهم يخالفها عقائديا، فقد كانوا يرون أن تيارا قد ظهر يعادي رجال الدين ويتصدى للإسلام، وأنهم مسؤولون إن لم يقولوا كلمتهم. أبوه الشيخ محمد الآملي عانى الكثير من مؤيدي الثورة الدستورية، لأنه لم يسهم فيها مثل ما أسهم سماحة السيد محمد كاظم اليزدي في النجف. الشيخ الملا كاظم كان قد أسهم فيها ثم ندم، وهو أي الملا محمد الآملي لم يشارك فيها، ولأنه لم يشارك فقد آذاه مؤيدو الثورة الدستورية كثيرا. في ذلك الحين أشرقت الثورة الدستورية في إيران، وكان في طلوعها غروب سعادتي.
على ما يبدو في اليوم الثالث لبدء درس الفرائد عمت الاضطرابات طهران، حيث دخل المدينة ولي خان تنكابني وعلي قلي بختياري على رأس مسلحين. اشتد القتال بينهما وبين أنصار الحكومة، وكان ذلك في 27 من جماد الآخر عام 1327 هجري قمري. في ذلك اليوم أغلقت كتاب الفرائد ليملأ رأسي بدلاً منه أصوات القنابل والرصاص، يرافقهما الخوف والرعب. وأخيراً انتصر أتباع ولي خان، وبعد لجوء محمد علي شاه إلى السفارة الروسية تم خلعه وتولية أحمد شاه الذي كان حينها طفلاً صغيراً. وهكذا تولى جميع رؤساء الثورة الدستورية زمام الأمور. وهكذا انتصر مؤيدو الثورة الدستورية، وبعدما انتصروا وألقوا القبض على بعض المخالفين للثورة ومنهم المرحوم الشيخ فضل الله نوري الذين حكموا عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية ونفذوا فيه الحكم بسرعة. تم إعدام الشيخ فضل الله نوري عصر يوم السبت 13 من رجب عام 1327 هجري قمري. وفي اليوم التالي تجمهر الناس لمشاهدة إعدام أبي، ولكن فاجعة إعدام المرحوم الشيخ فضل الله نوري كان لها صدى واسعا، لأن قتل العلماء لم يكن رائجا في ذلك الزمان في إيران وبهذا الشكل الفظيع، وكأن هذه الواقعة قد أيقظت نصف أهالي المدينة من غفوتهم، كما أن تنفيذ يفرم خان الأرمني رئيس الشرطة للإعدام جعل الناس يجبونه. تغير حكم الإعدام إلى النفي، وكان يجب أن ينفى إلى أفغانستان، فلم يرتأوا ذلك، فتم نفيه إلى كرات في مازندران، وكانت مدة النفي 5 سنوات. في ذلك الحين كان أبي في 20 من عمره، وكان على عاتقه مسؤولية إدارة أسرة كبيرة. في تلك الأيام كنت أنوء تحت أعباء إدارة أسرة كبيرة، فبالإضافة إلى أنني كنت متزوجاً ولي أطفال فقد أضيفت إليها أسرة أبي. ومما لم أكن أتوقعه أن بعض الناس الذين كانوا يدعون مودتي رأيتهم لم يقطعوا حبل مودتي فحسب، بل أنهم أبدوا العداوة لي. ورأيت ما لم أكن أتوقعه من بعض أهل العلم في طهران الذين ليسوا الآن على قيد الحياة.
آلت أموري في ذلك الحين؟ أنني حين أكون مضطراً للخروج من داري أرى الناس في الشوارع والمحلات يشيرون إلي ببغض واشمئزاز ويقولون: انظروا، هذا هو فلان، وكأنني قد كفرت بدين الله. من لهجته المليئة بالألم تشعر بما عاناه في تلك الفترة من مرحلة شبابه. في ذلك الحين كانت الحياة شاقة والأمراض منتشرة، وتوفي الكثير من أقربائه وكان دخله محدوداً. لم يمد يده يوما لطلب المساعدة، كانت عيشته القناعة وديدنه التوكل، وأحيانا كما كتب في سيرته يقول: كنا نواجه المشاكل في معيشتنا وفي تأمين طعامنا اليومي. طبعا هذا مصداق لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الصعوبات التي حسب تعبير آية الله نجابة تسقل جوهر طالب العلم وتربيه، فالطالب الذي يريد وجه الله عليه أن يتحمل الآلام في سبيله. وبالنسبة إليه، لأنه كان لا يتدخل في السياسة، فإن الآخرين يسيئون الظن به، والبعض ينظرون إليه بحقد لأن أباه كان مخالفاً للثورة الدستورية. في الوقت نفسه كان يعاني شظف العيش، وتفرق جميع الأفراد الذين كانوا محيطين بالمرحوم أبيه وبه من حوله، فلا أحد يسأل عن شخص يمر بتلك الظروف. مع كل هذا، فإن الشوق إلى التحصيل كان يدفعني إلى الخير، ومع تزايد المحن والفتن لم أترك التحصيل، وبعد عدة أشهر عدت إلى رشدي لأرى أوضاع الدنيا قد تغيرت، وأبي في مازندران قد أودع السجن، وإذا افترضت أنه لا سبيل لخلاصه من الحبس فقد كان علي أن أفعل شيئاً. كان علي أن أحسب أن أبي قد توفي وأن أسعى لإنجاز مهماتي بنفسي، وهذا ما شحذ من همتي حتى درست المنقول من العلوم على يد الشيخ الجليل النبيل رضا النوري المازندراني. ما نريده هو كسب رضا الله وما يرضاه الله فقط. تلمذ على أيدي عدد من كبار العلماء، على ما أذكر كان من طلاب المرحوم هيدجي، وهيدجي نفسه كان تلميذاً للسبزواري، أي أنه قد تعلم الحكمة والفلسفة من السبزواري عبر واسطة واحدة. فالحاج منادى سبزواري كان من أكبر الحكماء. من أجل تعلم العلوم العقلية قصدت مجلس المرحوم الشيخ علي النوري، ولقد سمعت الكثير من الإهانات من طلاب تلك الحوزة، ولكن حبي لتحصيل العلوم أسعفني فلم تثنيني الإهانات كما ساعدتني عواطف الأستاذ الحكيمة والرحيمة كثيرا. كما كتبه هو بنفسه عن حياته أنه كان يحضر دروس كبار المجتهدين وأعاظم العلماء، وكان أساتذته يهتمون بأمره، ولكن الطلبة الشباب كانوا يقسون عليه وكانوا يصبون عليه جام غضبهم، فمارسوا أقسى أشكال الأذى بحق المرحوم آية الله آملي،
ولأنه كان ماضياً في سبيل الله كان لابد أن يتوقع المصاعب، فالله يعلم العدو من الصديق، بيده يقلب قلوب الجميع. بعد أن أنهيت دراسة البحث هرعت إلى مدرس التحقيق المرحوم الميرزا حسن الكرمانشاهي، وكان يدرس في مدرسة سبه سالار القديمة، وكان أستاذاً قديراً في الحكمة المشائية، فأنست بمحضره وارتحت من إهانات الجهال. كان الميرزا حسن الكرمانشاهي حكيماً نبيلاً تقياً لا يكترث لمال الدنيا، حتى أنه لما توفي لم يكن يملك المال الكافي لدفنه. كان أكبر أساتذته في الفلسفة المرحوم الميرزا حسن الكرمانشاهي. كان المرحوم الميرزا حسن الكرمانشاهي من الأساتذة المعروفين في مدرسة سبه سالار القديمة، والتي تسمى اليوم مدرسة الشهيد بهشتي التابعة لمدرسة مروي. كان يدرس هناك وكان متعمقا جدا في الفلسفة. العلم بالنسبة لرجال مثل آية الله الشيخ آملي كان أمراً مهماً وأساسياً، لأنه لم يكن يسعى خلف الأسماء اللامعة والشهرة. وبعد سنوات نجح في مسعاه، وبعدها قرر الذهاب إلى النجف لإكمال دراسته. في عام 1340 للهجرة تملكني شوق للسفر إلى العتبات المقدسة، فسعيت لذلك بالرغم من قلة ذات اليد وكثرة الديون والعيال، ولكن بفضل مولى الموالي توفرت تكاليف رحلتي بسهولة. وبعد نيلي لدرجة الاجتهاد من المرحوم الحاج الشيخ عبد النبي النوري، وبعد أن فوضت أمر المسجد لسيد جليل من أصحابي، انطلقت مع عائلتي نحو العتبات المقدسة. في عام 1340 هجري قمري، عندما ذهب الشيخ الآملي إلى النجف كان عمره 36 عاماً، وكان قد نال درجة الاجتهاد، ومع ذلك كان يشعر أن عليه أن يتعمق أكثر بدراسة الفقه والأصول. حوزي نجف مجتهد دروس كورس. كانت حوزة النجف صانعة للمجتهدين، فهي حوزة كانت تخرج المجتهدين، فقد كانت هكذا منذ أن أسسها الشيخ الطوسي قبل أكثر من 1000 عام، وما زالت هذه الحوزة خرجت علماء أمثال الشيخ الأنصاري وكاشف الغطاء والسيد بحر العلوم وآخرين من العلماء الكبار. كل هذه الشهرة من نصيب النجف الأشرف. البركات التي تنعم بها النجف كلها من أمير المؤمنين، كالحوزة العلمية في النجف الأشرف التي تأسست قبل 1000 عام، والتي درس فيها مراجع كبار. كانوا يربون فيها ليكونوا علماء عاملين، فعندما يرى أحدهم أستاذه عالماً يقتدي به، وعندما يقتدي به يسير هو الآخر على نهجه ليصبح فيما بعد أسوة لطلابه، وهكذا. السر في ذلك هو التقوى، ولهذا ترى التمسك بصلاة الليل أمرا طبيعيا بين طلبة النجف.
لا أكتم القول أنه عندما غادرت طهران كان الخلاف قد استفحل بين أتباع الثورة الدستورية والظلمة، وانساق وراءهم بعض أهل العلم. للأسف فإن آثار هذا الخلاف قد انعكس على حوزة النجف الأشرف بشكل أو بآخر، ولهذا تورط في هذا الخلاف أيضاً هذا العبد الحقير أنا. طبعاً في بعض الأحيان كنت أحظى بلطف بعض الرؤساء بسبب احترامهم لاسم أبي، ولهذا اعتزلت الفريقين وسلكت سبيل السلامة. لأنه كان يصحب المرحوم أبي فإني سأروي لكم عنه. إنه حضر في البداية درس الفقه لدى المرحوم آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني، ودرس فقه الصلاة لدى المرحوم الميرزا النائيني، والأصول لدى المرحوم الشيخ ضياء الدين العراقي. وهؤلاء الذين ذكرتهم كانوا من كبار علماء الحوزة العلمية في ذلك الحين. كان الطلبة يقولون: لو حضرنا دروس الشيخ ضياء العراقي ودروس الميرزا النائيني وأيضا دروس السيد أبي الحسن الإصفهاني، يعني أننا أدركنا أكبر ثلاثة علماء. عندما جاء الشيخ آملي هنا كانت له جامعية تميزه عن غيره من فقهاء عصره. هم عصر خودشون این جامعیت رو نداشتند. المرحوم الشيخ ضياء العراقي كان أسلوبه في الكلام رائعاً، فكان يكرر الموضوع بتعابير مختلفة. كان يدرس الفقه والأصول، وكان في الغالب يدرس الأصول، ولكنه برع في تدريس فقه الأصول. كان طلابه ومنهم الشيخ محمد تقي الآملي مضرب مثل في الجد والاجتهاد. كان الطلبة الذين يحضرون دروسه من المحبين للعلم والتحقيق. كان لا يمنح طلابه مرتبا شهريا، فكل الذي يجذبهم لحضور دروسه هو حب التحقيق وتحصيل العلوم. كان المرحوم النائيني يعتبر الشخصية العلمية الأولى بعد المرحوم الشيخ الأنصاري والمرحوم الآخند الخراساني. كان الميرزا النائيني من الأساتذة الكبار الذين ربوا العديد من الطلبة، وكان النائين من العلماء الذين يربون المجتهدين، فالعديد من المراجع العظام في عصرنا تتلمذ على يد المرحوم النائيني، وتخرج على يديه مجتهدون أكثر مما تخرج على يد غيره. السيد أبو الحسن الإصفهاني كان مرجعاً للشيعة والسنة، وذلك بسبب إحاطته بالعلوم من جهة وسياسته من جهة أخرى، فقد قرب بين الشيعة والسنة بحيث تبعه جميع أهل السنة. استفاد من مختلف المفكرين ومن طرق وأساليب فكرية متنوعة ليصبح هو نفسه ذا شخصية مميزة، وهذا يدل على أن اكتساب العلم كان كما قال ذلك مرارا لا ينسجم مع الكسل، وأنه يتطلب بذل الجهود، وأبرز مثال على ذلك هو نفسه. من صفاته أنه كان يكتب كل درس يحضره ويحتفظ بما يكتبه،
وكان أسلوبه رائعا، فمع كونه إيرانيا إلا أنه يستخدم العربية بعبارات سلسة وواضحة، حتى أن من يطالع أي موضوع بقلمه يفهمه بسهولة. عندما عرض الشيخ محمد تقي الآملي ما كتبه في درس المكاسب على أستاذه آية الله الشيخ ضياء العراقي، وبعد أن طالعه الشيخ تعجب من قدرة ذكائه وشدة قابليته، فكتب يصفه: هو الشيخ محمد تقي الآملي زبدة المجتهدين العظام، عماد الدين، مؤيد بالله، عالم سليم التفكير، تقي وعفيف، سلمه الله تعالى. عندما أراد علماء النجف منح المرحوم الحاج محمد تقي الآملي إجازة اجتهاد، كتب المرحوم الشيخ ضياء العراقي هذه العبارة: هو كهف المجتهدين العظام. وكتب المرحوم آية الله نائيني رضوان الله عليه: هو صفوة المجتهدين. العديد ممن يكتبون إملاءات أساتذتهم لا يكتفون بكتابة الملاحظات، فوفقا لآراء الأستاذ الذي درسوا على يده لسنوات طوال، إذا كان الأستاذ قد أطنب في شرح موضوع ما مرة وأوجز مرة أخرى، عندها حسب معلوماتهم يكملون الموضوع الموجز ويكتبونه بشكل كامل، فيكونون كمن يؤلف كتاباً. ويمكن القول إن العديد من هذه المدونات تعتبر آثاراً جديدة من تأليف هؤلاء. آثار در واقع جديدة. مدينة النجف الأشرف جوها حار، والحياة فيها تنغصها العديد من الصعوبات، فقد كانت متخلفة من الناحية الصحية، وربما بقيت كذلك لحد الآن، ولكن في ذلك الحين كانت أكبر المشاكل مشكلة العمل، كذلك عدم رعاية نظافة المدينة والأزقة. لا يمكنني أن أتحدث، فالحديث عنها قد يزعجكم. كان دخل أولئك العلماء الكبار محدوداً جداً، وكانوا يعيشون في فقر مدقع، حتى أنهم قد يضطرون إلى الوقوف عند الخباز يجمعون فتات الخبز مما يتساقط من الناس ليقتاتوا عليه، ولكنهم لم ينقطعوا عن الدراسة أبدا. حتى إني أنقل عن زوجته أن المياه في النجف لم تكن تصفى. قالت زوجته: كنا نأخذ قطعة قماش ونلفها بشكل أنبوب ليمر الماء خلالها لنحصل على ماء شبه نقي. ليس العلم بكثرة التعلم، ليس العلم بكثرة التعلم، بل هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فإن كنت على مستوى عال من التقوى وتدرس لله وهدفك خدمة الإسلام والدين، عندها يوفقك الله، وهكذا يمهد الله السبيل لرفعة الإنسان وتعاليه. ما أردت أن أقوله هو أن المرحوم الحاج محمد تقي الآملي كان من أمثال هؤلاء. أما بعد، فإن العالم الفاضل ركن الإسلام الشيخ محمد تقي الآملي زاد الله تأييداته، قد هاجر إلى النجف الأشرف لتحصيل العلوم الشرعية، واجتهد في حضور دروس كبار علماء الحوزة، والآن بحمد الله أصبح مجتهداً ورعا، وحرم عليه أن يقلد أحدا، ووجب عليه أن يعمل برأيه واستنباطه
وعليه التصدي لكل أمر يطلع به المجتهدون العظام.